الله تبارك الرحمن الأكثر طلبا هذا اللي احنا شغالين عليها. توقعات السعر 21,000 دينار كويتي شامل الشحن مرسيدس جي ال اي 53 ام جي موديل 21,000 موديل 2021 ماشي 68,000 ما شاء الله تبارك الرحمن. ما عليه ملاحظات الموتر. اهلا وسهلا. طبعا اغلب الديلرية يشيل المفتاح علشان المتطفلين اللي دائما اصورهم لكم هنا ما يقربون السيارات ما يلعب فيها وينفخ قزوزات وهو لحق ياخذ تيست درايف على السيارة. ولكن بعضهم تذكرون العام صورتكم لما دعموا تدعموا تدعموا بسيارتين ونزلها سكرت وكل على الله راح لها يعني كأنه ما صار شيء لأن مأمن. يعني أنا بالنسبة لي أنا شخصيا مأمن المزاد مأمن علي يعني هذا الباج مالي وكذا كذا تأمين شامل فول انشورس. لو لا قدر الله صار لي شيء أنا عبد الله هاجري في المزاد مأمن علي المزاد لأنه خطر. المزاد خطر سواقين عمال فورك ليفت فالله يصلح الحال ويبعد عنا الشر وعنكم إن شاء الله.